طب انا ما وافقت على الطلبة. وين بدوا القصة الجديدة هذه اللي هي اللمبة الضائعة؟ يمكن لازم نروح نبحث عن المجموعة المفقودة، سكواد المفقود. بس قبل هذا كله تطور نقاط الباركور اللي عندك صح ولا لا؟ Obstacle Step RBE وهذه النطة اللي أنا أحتاجها. ويمكن لا دقيقة. لا ما أبغى هذه. أوه يا أخي شي مجنون والله. تعال على تفاجئ. اكتف لندن دقيقة. هذا وشو هذه لو جيتها يعني ما تموت يعني ولا كيف؟ بس هذه بارك تتزود لهذا. بس هي عندك الظاهرة بس شيء من عندك على الميتين بدك تسويها بس ما ابغاها. يا هذا ابغى اشوفه يمديك تنط على مرتين ولا كيف؟ اتوقع ما عليه. حلو اوكي تبدل المهمة الجديدة The Lost Light. دور على سكواد الضايع ولا مجموعة الفرق الضايعة. رب في دورك في وش وتقعد فايدة ال طب لسه قاعدين يسوون بوش ابس. شو اخبار الضغط يا حجي؟ هالكلام ان اللمبات هذه اللي ذو الأشعة فوق البنفسجية ممكن في وش ممكن تفيد صح؟ هذا السؤال. أنا ما لقيت إجابته. اوكي دامك طلعت. لا دقيقة دائما في شيء يلحس مخك. باقي ما طلعت ترى من ال ما ادري هي قاعدة عسكرية ولا شيء. الان قاعد ترجع. طيب شيء من هنا صح؟ اسلك شعكة اسلك شعكة. كلام جيت من وين؟ جيت من وين؟ لا من تحت ولا من فوق؟ أكيد مستحيلة. تحت تحت. هذا المكان تنام فيه. يا اخي في شيء غلط ترى ماشي في الطريق الغلط. هذا اخيرا. دقيقة وش ذا اللي معك؟
Damn. لا هذا مجنون الصدق. دقيقة قبل شوي كانت معك بس وش هي؟ بس ما ابغى ذي انا. بس الشيء اللي كان معك مو بصاحي. لا ما كان كذا شكله. كان معطينك اياه من بيس كيبرز. سلاشينج سلاشين. شيء بجول للامانة. اسمع له. لكن نرجع للسكواد المفقود. خلنا نشوف الوضع كيف. بغين غرق الرجال ها. 90 90. اوكي حلو حلو حلو. 36 متر. معقول ما فرق كذا تحصلها فوضى ها. Hey, is anyone there? سامع صوتهم كأن سامع. قول مساعدة يمكن. دقيقة سكوات تحت. اها دقيقة في اعداء هنا بس دا مزعج. هذا مزعج. هذا يدور من يقتله. قاعد من اول يطلق اشياء. اي حلو بدك تفتح الان. داري بيجيك العين. شو الشكل ام ذا المقرف. يلا عاد يلا عاد اسمه راكب بول. يلا عاد يلا عاد ما عليه. حتى ما يبغاك تروح صح؟ اكيد اكيد انا متفاهم. اتوقع ما يمدي يرقى فوق. دقيقة الاشكال المقرفة هذي تدري ايش تسوي معها؟ تعطيك بالسهم. تعطيك بالسهام. ترى في كثيرين. تخلي مين ولا مين دقيقة بس. أي واحد يجي بس خلص على اللي فوق أول. أسمع الصوت أسمع الصوت. زنجرة مقرفة. أسمع الصوت أسمع الصوت. ما حد وده يجي لا راكبر ولا غيره. طب نجرب السهام. هو وينه؟ هو وينه؟ هو وينه؟ هو وينه؟ يطلق 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 ازيرك. هو وينه؟ هو وينه؟ ما جاز الوضع شكله. جالس يربي اشياء تشوفه. شكله ما جاز الوضع. شكله ما جاز له الوضع وانا مسيطر من فوق. شكله ما جاز له. لا دقيقة انا يمديني اغيته. شوك ايروز فاير ايروز ما في. توكسيك دقيقة. هذا المكهربة. وش ممكن انها تسوي؟ وش ممكن انها تسوي؟ ممكن انها تسوي؟ اتمنى انك ما تموت. لانه مو وقته. اوفا وش دعوة زعل؟ وش دعوة زعلت؟ لا دقيقة. هذا تحطه على راسه.
توجه على راسه. اوكي ترى جوني، ترى جوني مزعجين جوني. لا على الهادي على الهادي. اي كان شفت شيء هنا فوق من اول. يا انا اقول على الهادي على الهادي. هذا ترى بيجيك ما بيخليك في حالك. شو لا انا اكيد ما صار شيء. انا قلت كمل على السهام اللي معك. دقيقة بدون اللمبة بدون اللمبة. شو كارلز باقي واحدة بس. المشكلة ما يجي شيء ذي مزعج. اضطر تجيب بالنيران. يخلى ما يخالف. باقي لنا شوي ترى. لا تخسر. مي هذي. دقيقة. تعمل وضع غش في غش. والله ما تغش زيه. وهنا هذا أيوة ميديسن. واحدة ثنتين. على الماشي. ما يخالف على الماشي. لا مي هذي. أيوة. حلو. يلا رجع له. رجع له وانت عارف شغلك تماما. افا. ايش دعوة؟ وينه؟ خلي تشوفه. لا هنا في كثيرين. هذا هو ذا المزعج. قاعد له الساعة زمجر مو عاجبة. ما عليه. طيب نرجع لموضوع السكواد اللي عندك. مجموعة المفقودة. ترى هنا في ناس يسوون مشاكل. يسوون مشاكل. دقيقة. سكوتر كان هنا. اوكي لازم تخلص على هذول اللي هنا. تبغى اجرب معهم طريقة جديدة. طريقة السهام اللي على الراس. افا ليه؟ اوكي لأنها منتهية. طيب تعال على السهام. الوضع ما ينفع. أنا قلت تجي على النيران بس. أعطيه واحدة كذا على الماشي. واحدة ثانية. يا متعة. يا حرام مات. ايوه لكن في واحد جالس يطلق.
جالس يطلق من فوق، جالس يطلق من تحت، قليل الأدب اللي ما يستحي. والله قلة أدب هذا اللي ناقص، تكتل كبيرة ويجون الصغارية بعد يبود نصيب من القسمة. كي هذا مجموعة توقع. Good job, man. You showed him. You're a goddamn superhero. That beast had us trapped here. Wouldn't go away. It attacked us right as we got here. Mark got hurt pretty bad. We barely escaped and huddled up here. Finally went quiet not long ago. We thought that thing had wandered off. Next thing we hear is you banging on our barricade, and then it all started again. I'm looking for Demolin. You guys seen him? Up top. Come on. Let's get you to a doctor. Get ready. This might hurt. دقيقة، مين هذا ديمولين؟ هذا اللي عندي اللمبات هذيك اللي الفوق بنفسجية، ها؟ طيب خلينا نشوف. عملات ذهبية معدنية. دقيقة، روح للدوملين. شكله نايم، أشوفه يشخر. You're Demolin, right? I'm Aiden. Not bad, not bad. Aiden, nice to meet you. Your skills are exceptional, and you don't look like a peacekeeper to me. So who are you? إيش عن اللمبات بس؟ Juan told me to check up on you and the lamps. Ah, the lamps. Piece of cake, he says. No such luck. We found a few, but it wasn't what you would call a bountiful harvest. And it came at great cost. The corporal killed by the beast outside has a brother in the unit. He will be devastated. He is at present with a squad down south on the lower dam promenade. They have not reported in. That doesn't sound good. We need to find him. The boy's mother lost her husband in a dark zone just last week. Now, a son. If her other son were to perish, it would be too much for any mother to bear. I'll try to find him. Okay. The boy's name is Sebastian. The islands are a dangerous area. Worse since the renegades overran them. Remember, the boy's name is Sebastian. Sebastian. نفس اسم في الميرميد العقرب كان اسمه سيباستيان. اللي ما تابعها واحد من رواعي ديزني. ذكريات جميلة للطفولة. حرية البحر. اوكي. Thanks for what you did out there, man. حرية البحر الصغيرة اتوقع كان اسمها زي كذا. مش كذا، رحت الان على الجزيرة هذه اللي تبعد 400 متر ترى فيها مشاكل. الرينيجيد يتحكمون فيها وما بيخلونك تروح تاخذ راحتك. معقولة في شيء هنا مخبى؟ يعني ما بيخلونا نمشي؟ تحصل كنز أو شيء من هذا القبيل. بس طبعا في سابع أحلامك. لا ما في شيء بالسهل. تعجبني هذا الجرافيتي اللي تكون في الألعاب دائما. فن. فن الشوارع في الألعاب. أوكي دقيقة، ليش مو قادر أطلع من هذا المكان؟ طب إلى الجزيرة اللي فيها المتمردين الرينيجيتس. دور على واحد اسمه سيباستيان، هو اللي بيعطيه الزبد عن الله. How you doing there? Great. Supply are quite a helpless bunch, it seems. What did you expect? There were ordinary people before the fall. Craftsmen, teachers, gardeners, not fighters. تجربة حلوة انك تنط على مرتين زي كذا.
كان اسمه؟ اها سباستيان. المزود المفقود. حد طاحته حلوة. حتى طيحت هذه حلوة. بعض الشاحنات اللي طير زي الفلينة عندهم أو زي القطنة. زين إني ما طحت. أغلاط كثيرة. 122 متر. هل لازم نرقى ولا؟ أو فجر واحدة من السيارات هذه. ما يمديك. كل السيارات تتفجر. أماكن محدودة بس أتوقع. أو إلا تكون سيارة فيها بطارية أو شيء من هذا القبيل. Shit. What's going on? Renegades. More of them. Again? That's crazy. It has to be part of something the Butcher and Waltz are brewing. But why now? شي. دقيقة أنا مو بشايف المتمردين وينهم الرينيجيدز. واحد ثلاثة أربعة أصفر. أوكي. هذا في شيء ثاني في إنهبرة. شكلهم فوق شكلهم فوق شكلهم فوق شكلهم فوق. قليل أدب. شي قريب جدا من الموت. شي موت السام جل امانه. ما كان لهم اي داعي. دقيقه في انهبره هنا. رجل راسه كله. لا تخليه ينفس. بس هذا مو ب بيت القصيد. بيت القصيد واحد من المتمردين اللي هي المزعجين زي هذا. هذا اولهم. لا 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 ما مات. سباستيان دقيقة هذا اولهم. في ناس فوق. واحد اثنين ثلاثة أربعة. دقيقة نق 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 نق. واحد واحد. هذا ترى مع السهم بيسوي مشاكل. بيسوي مشاكل ترى. يمكن انه ما مات. يمكن انه ما مات. دقيقة باقي اثنين. في واحد فوق صح؟ هذا جالس يطلق عليه سهام من أول. تعال يا حبيبي. تعال يا حبيبي. وش دعوة انك ما تموت كذا؟ وش دعوة انك تموت كذا؟ ما له داعي ترى. هذا سباستيان. حرام انك تموت كذا يا اخي. طلق علي السهام. طلق علي السهام من فوق. Found your men. Some of them at least. I'm sorry to say, they're dead. Aiden? You sure? How many? Two bodies, both quite dead. The squad had five men. There are three others. There's still hope. Okay, I'll look for them. دقيقة الأمل حقك وينه؟ تتبع آثار الدم. اللي هو انا الدمان اللي قاعدين يقولون عنه. كانوا مزعجين من جد. لا في واحد يطلق سهام من فوق. قال لك انه ما حد شايفه. لا ما حد شايفه. طيب وين وين اثار الدمان من وين؟ هو رجال ميت هنا.
تدخل نطاق البحث inside quest area. You sure you know what you're doing? Inhibitor container detected. يا خاب ادور على الانهبيتر المره. No water. ما في مويه. اوكي حلو. الانهبيتر وينه؟ اللمبة الضائعة. طيب inhibitor container detected. مزي inhibitor. الأكل هذا كله ما يشفع إلا لو عندك انهبرة ولا انقلع. معقولة هي فوق؟ انهبرة انهبرة وين الانهبرة؟ ايروز. والشيء الثاني انت كنت داخل نطاق البحث اللي هو هنا. دقيقة. لا بموت خليك. ايوه احبك انت كذا يا اخي. لا ترفع لا ترفع اعصابي. ها هذه ما بيخلونك. هذا مزعج ما بيخليك. خويه جاي بعد. احضر القسمه. ما ودي اسوي فيه كذا بس هو يجبرني. كانت هنا يلعن ام اللاج. كيف ماشي ذا؟ هذه الآثار أشوفها شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وش في آثار الدمار بالله تروح زي كذا؟ معقولة هنا؟ لا هذا هذا غش ترى. انك تمشي على الدمان وتروح منك وبعدين خلاص. هذا يسمى غش. فجأة هنا جاء واختفى. وين راح؟ دخل الباص ذا يعني؟ لا ما دخل الباص هذا. لا ابدا ما دخل الباص هذا. مشكلة هذول مزعجين ما خلوك ما خلوك تركز. هذا المزعج ما خلاك تركز. هذا ما خلاك تركز. يقول لك داخل مربع البحث لازم تكمل. مزعجين هذول هم سبب البلا. مو بشايف شيء.
winner, winner. Allah man, I'm alligator. الكلام ليه يروح ويجي؟ معقوله هنا ذا الازرق؟ ما اتوقع. لا لا، هذا الشيء ثاني تماما. بس هنا في شيء. شيت، هنا المكان ملغم قصدك؟ ها، معقوله راح فوق؟ لا لا ما اتوقع، هذا شيء ثاني. التعليقات هذه اللي تجيك في نص اللعبة تكون مستفزة فعلا. اوكي، انت واحد من الرينجي، انت واحد من قليلين الادب. تعال تعال، تبغاني صح؟ تبغاني صح؟ فجأة طلعوا من العدم، من العدم. مستحيل، هذا شيء مزعج من جد. تتبع اثار الدمان اللي ما يمديك تتبعها اصلا. نكمل، تعال انت بعد، ايش دعوه؟ لا تستحي، ترى عادي، كفي. ايش ترى؟ في واحد ورا ما بيخليني صح؟ في واحد بعد جديد. ايوه، لا تستحي ترى، يكفي الكل ترى. تيجي هنا ما تحصل مكان الدمان، تستغرب تقول ايش السالفة. غالبا هي لاك في اللعبة، او يمكن لا، ما تدري وش. أنا مو بشايف أي آثار للدمان، هي كانت واحدة واختفت، فأنا فعلا ما أدري. كنت حصل شيء فوق؟ لا ما أتوقع، مثل المجنون اللي بيمشي على فوق. هذا هو أنت. لا ما اتوقع. دقيقة، طلعت للداخل نطاق البحث.
Shit. Container detected. أنا مو بلاقي الدمان اللي طبغة تقصي وينه بالضبط ما ادري بحثنا في كل مكان محتمل الا المكان هذا لا لا الموضوع زايد عن حده Shit, I can't find it, man. So, للأمانة أنا معلق في المرحلة هذه. المرحلة اللي يقول لك تتبع أثار الدمان. إيه في واحد مزعج جاز. يبغالك قتل. يبغالك قتل. فجأة طلع لي من العدم. دور من يقتله. مزعج كيف تتبع اثار الدمان وانت قاعد في النهار دقيقة دعوة ايش دعوة لا ما راح تموت انت توقع دقيقة ما وده يموت دقيقة اها طيب انت شايف الاثار هنا واحد اثنين كان في لاج في اللعب للامانه قبل كذا بس ثلاثه وتختفي الاثر فجاه الاثار تختفي اصبح الموضوع مزعج وهذا يشتتك يا اكيد ان هذول بيشتتونك مزعجين بيشتتونك شتت الطرق بس في نطاق البحث مزعجين مقرفين لا ما يموت بسرعة ما يموت لا لا حتى ماتوا فوق ما بغوا مستحيل دقيقة ترى ما اتبعت شيء انا هذه كانت الاثار اللي امس سبحان الله ما كانت موجودة شيئا فشيئا They were totally berserk It's crazy I know something must have happened to them They used to be regular soldiers at least most of them But now they're more like living virals They're mad They kill everyone in their path. Like mad? What do you mean? They
They say Williams treats them like animals, and they go wild. Okay. The Butcher is crazy, like they say. Crazy and unpredictable. Okay, okay, objective updated. الأمانة هذه ما كانت موجودة أمس. طفي النور عشان هذول مزعجين. افترض انك تمشي الآن الدائرة الجديدة اللي هم حاطينها. دقيقة دقيقة. اوكي. فتفتح الأنوار عشان تشوف وش ال العسل العسل. اوكي امورك تمام. 13 متر. شكلها كانت لاق في اللعبة امس ما قدرنا تحصل على الاثار هذه اللي ظاهرة اليوم. كان بعلق وشي من هذا القبيل بس. دقيقة هذا من وين طلع؟ اقول لك انهم شوي جنفين. افا افا. دقيقة السلاح هذا كيف يقول لك انه اوكي شكل السلاح يبغى له تغيير للأمانة. دائما الامور ما تمشي على الطاقة اللي انت تكون حاطه. طب وكيف ممكن نهيئ الكلام؟ كيف ممكن تهيئ؟ دقيقة في انهبرة. ما في موية. وغالبا هنا ورا. 11 12. ايش هذا الباب ينفتح من هنا ولا ما ينفتح؟ شوف انه ما في شيء قاعد ينفتح. ترى هو ما في الا من فوق. هذه كلها خدعة. اوكي. فتش الجثة. كيف ممكن ترقى فوق؟ هذه الجثة فوق. فتشها تشوف. بليز ويت. هذا اللي عند اللمبات الفوق بنفسجية يمكن. Found him. اوكي ديمونز ميسين سكواد. هذه الزبدة اللي اصلا ما ادري ليه جابونا هنا. هم في الاول والاخير يبغونك تروح للديمونين. قبل كذا اوه رينيجيدز. رينيجيدز. كافني معك. افا افا. ديمون ديمون وين الانهبرة؟ اللي مفترض تحصله هنا. بس انت ما لقيته. ثمانية واربعين متر. هذا اللي بوديك على السكواد اللي يا اخي موت.
What? Dugi kağıda bakayım ama at. Müstehil. أشياء جميلة تحدث لك في وضح الليل انت ماشي ما تدري عن دقيقة هذا مكان فيه ديمولن كلام كيف تنط مرتين هذا هو ديمولن Hey stop don't move انا كلمة Hey you guys all right Me yeah Sebastian not so much I'm sure I'll be fine, but I was sent here for the lamps. Where are they? After we drove off the renegades, we reached the building. To get in, we strung some ropes across from the next roof. And that's when the renegades attacked again. And the lamps? They're still on the landing pad on the roof. The military hit them well, made sure no one could see them from above. Seba only saw them from the next building, through binoculars. But we didn't get a chance to finish securing the ropes. Is there any other way to get there? You could go through the building, but like I said, wall-to-wall biters. I gotcha. I'll try the rope. You'd have to be a spider to climb in. And it's swarming with renegades outside. I like taking chances. Take this, contact Emelin, and tell him what happened here. I'll go get those lamps. Sebastian has to be moot. بس مو بموضوعنا احنا موضوعنا اهلا باتل فوق بنفسجية بالعربي الفصحى المصابيح الفوق بنفسجية 70 فوق ها طبعا انك لازم تطير استخدم الميديثينا ترى مكان فوق ما يمديك توصل له نفس الشقة اللي كانت لي خوينا هذاك المزعج دقيقة كان هنا في شيء لا هذا ما يرقيك فوق ابدا كلام كيف ممكن توصل انا شايف شيء شيء كذا مخليني وين جينا؟ إذا المكان هذا ما يخولك إنك ترجع على فوق مثلا قبل هذا كله ناخذ الميديثينا لا هذا مو بالمكان للأمانة لازم ترجع على فوق من جديد بعد بس دقيقة كنا أخذنا هذه المهارة اللي لا ما جت انا شايف شيء هنا فوق الى متى تقعد ترقى وانت محير ما لقيت شيء يطيرك على فوق وما لقيت في نفس الوقت
المناعة اللي عندك مين مخليتك في حالك؟ دقيقة، هذي ما شفناها قبل شوي. ولا هذي افترض انه يرقيك. هذه والموضوع يلحس للأمانة، بس ما ودي اني انا اطيح في اخر لحظة. اوكي ما زلنا 21 نطة واحدة اخيرة اتوقع، وممكن دخول من هنا ما تدري. تغير، هذا هو 12 متر. حلوين 11 10. هذا كله كان سهل، بس الكلام الان كيف ترجع على هنا؟ يا اكيد ما راح يمديك ترجع. حلوين. دقيقة، يوبي شرومز. دقيقة وينه؟ دقيقة وينه؟ بس قبل ذا كله فجرهم شوي. شهو! أنا عارف إن المناعة عندي جالسة تخف شيء في شيء. لا دقيقة، ما ابغى يطلع زي كذا، بس لسه المكان وينه؟ لوك بيك ايزي يمكن جوا. لا مين هذي؟ لا دقيقة حبيبي، ست دقائق صراحة. هذه لما كانت عندك موجودة كانت حفلت من زمان. ايش دعوة مات؟ لا ما مات، ايش دعوة؟ متأكد بس؟ هذا اللي انهبره. خير نقدر نطور انفسنا شوي. في لوتات كثيرة في المنطقة هذه، بس واحد ما عنده وقت. فوق هذا كله بعد ما ركن لهذا المكان اشوفهم ما ودهم يعطون الشيء اللي نبغاه. زين فتح هذا اللي فتحه. دقيقة، هذا وديك العالم السفلي اللي انت ما تبغاه. بس دقيقة، تقول انهم يقولون ان هذا هو المكان انسايد كويست اريا، هذا هو المكان لازم تروح له. زين اني ما مت، ما توقعت المكان يكون زي كذا، بس يلا ما عليه. طيب جولدن كوينز، دقيقة 21 كيف يرقيك على فوق؟ ولا هذه كذبة؟ تراهم خدعوك. للأسف كانت هذه خدعة. بس دقيقة، في شيء ينزلك تحت بعد؟
هذا مصعد. شو المصعد ده خربان؟ والله خدعة. اي والله الحرب خدعة والله. خدعون خدعة ما بعد خدعة للأمانة. ما توقعتم بهذه الخساسة. والدناءة. بس هذا اللي صار. مهما كان ما يمديك تقول شيء. هذه البيبان أصلا ما تفيدك في الشيء. كأنه مالبورو. واحد وعشرين متر إلى الآن ما صار شيء. هنا مكان مقزز للأمانة. كلام انك جيته قبل والان غشوبك. قل لك دور في الكونتينر ده على اليوفي لامبس. كده فتحنا واحدة. ما يمديك تفتح هذه. صناديق الصناديق. طب دور عليها كيف؟ من الباب يمديك تفتحه ولا يمديك تسوي شيء. دقيقة الكونتينرات ما في غير من هنا صح؟ اتوقع كده الباب ما راح ينفتح. قسم بالله خسرناها على الفاضي. أكيد البيبان ما راح تنفتح. مستحيلة. مربع البحث في ذا المكان بس. داخل منطقة البحث. كيف كان ودي أطيح. الكلام ترى على هنا بس. دقيقة دقيقة بدك تفتحه. طب وبعدين ضحكات مو شكل الأمانة. ها
هذه اتوقع. هذا يجيك الوحش اللي ايش؟ كل الادب اللي ما يستحي. والله مستحي بعد التعب ذا كله، بس جيب ذا. ما عليه. ما عليه. Aiden, what's going on? أبداً باشا، أبداً يا فندم، مفيش حاجة يا فندم. Luan, I'm fine, but I took a fall. The lamps are busted in this one. Gotta take care of that thing up top and check the other container. Admit it, Juan's your type. What? Luan, get lost. ده أم ذا الواحد جاء قلب الموضوع رأسا على عقب. طيب كيف ممكن تطلع من ذا المكان؟ موضوع يلحس بس أنا شايف. لا دقيقة، زين نجينا هنا على اليوفي لايتس، هذا أهم شيء لأن المناعة كانت قاعدة تنقضي. فا اي نعم، تعال هنا. توقع عمرك في السليم. كأني لمحت شيء هنا فوق. ما يمديك عليه ليه؟ شيش. اها هنا على اليسار. اتوقع هذه كلام على اليوفي لامبس. هل اخذناها ولا لا؟ حلو حلو حلو. بغى نطور من هذه بعد، انك تتسلق على السريع. اوكي هذا الوحش لازم تخلص عليه اتوقع. دقيقة شو اسمه ذا المزعج؟ هذا اللي خلانا نعرف اسمه. شيش؟ لا مستحيل. دايم حتى ما خلاني اتنفس. تعرف على بعض يوبي؟ ما يصلح ذا الكلام. يا اكيد بتطيح، بس انا عرفت المكان هذا اللي قلب راسنا على عقب ما مات المزعج. كيف ممكن انه يغير اشياء كثيره؟ دقيقة، أتوقع لازم تروح هنا. إيه هذا هو المكان. أوه ما في وقت. يا أخي. دقيقة. هذه هي أتوقع. بس معقول الوحش هذا ما يفيق إلا في الليل؟ ولا لا بنعرف عنها أكثر. صوته مزعج حتى ما قدرت أقرأ اسمه. دقيقة. Demolisher on the roof. المدمر ها؟ بس دقيقة قبل هذا كله. هو دامه مزعج ومزعج. خلنا نجي من فوق اول شيء. لان ما بنقدر عليه انه بالحالنا. طق عليه السهام من النيران ولا السهام حتى لو العادية يمكن. ويتحرك كثير.
ما يطلق عليه النيران ولا شيء من هذا الحبيب. لا ادري انه هو مزعج. شه دقيقة لازم ننزل له. تعب الموضوع كذا لازم ننزل له. ضربة واحدة منه يخلص علينا. شه راح المزعج راح المزعج. شه اول ضربة ثاني ضربة شكلها انهاها علينا والله. كان مخيف. دقيقة يا اخي كيف يرمي كذا؟ مستحيل ولا ضربة عليه. لا كذا كثير. لا كذا كثير. دقيقة. دقيقة. ترى مزعج. اوكي هذا النظام تجي من فوق. تعطيه ضربات حقتك هذه. شيش. مستحيل ضربات توجع. رمي حجار يرمي حجار. علم بالغش. علم بالغش. ما يستحي. والله هي لعبة القط والفار. تضربه بعد ترجع. اوكي. دقيقة هو صدق انه ما يستحي. صدق انه ما يستحي. صدق انه ما يستحي. كليل الخاتم والأدب. دقيقة. مارسن مرة واحدة بس. ممكن تفرق معنا كثير. ما تدري بس نجرب. جرب لنا قليل أدب. جرب لنا قليل أدب. والله ضرباته توجع. وين غيرنا هذه؟ دقيقة. السلاح راح فيها. أعطيه شوية قليلة من السهام. قليلة من السهام لأن قليل أدب. قليلة من السهام لأن قليل أدب. شو؟ لا مستحيل. دقيقة. لا مين هذه؟ لازم نضرب بهذا الشيء. هو الشيء الوحيد الباقي. هو الشيء الوحيد الباقي. مستحيل باقي له شوي ترى. ترى باقي له شوي هو. باقعه. دفقعه. دفقعه. كله تدب ومهزله هنا. ومنه من صوت الزمجر المزعج اللي كانت عنده. بلا هذا الزومبي. هذه كذبة بريل يا رجل. كانت هنا في الغازات بس ما عرفت تستخدمها. طيب اليوفي شرومز. اليوفي لايتس هنا. اليوفي لامبس. صابيح الفوق بنفسجية اللي ذل أمنا عليها. دور في الصناديق. دور في الصناديق. يطلع لك هذا يقلب الموضوع رأسنا على عقب. تقدر تدور عليه الحين بطيح شكلك. دقيقة. هنا ترى. بس كيف تاخذه؟ كيف تاخذه؟ هذا الباب. انها موضوع طول الأمانة. well that's more like it. Hey Demolin. Got your lamps. A dozen crates, maybe more. All untouched. Merci, Eden.
You did your job well. Unfortunately, Sebastian didn't make it. I'm sorry to hear that. Poor boy. I so wanted to show him my father's shop. There's too much for me to carry on my own, and no way I'd make it through the infected while loaded down. The boys can get to the roof and manage the lamps themselves. Hey, Juan, we secured the lamps, but the squad hit a snag when the renegades... Shh. Not over the radio. Come to my quarters on the ship. خايف احد يتجسس عليه لازم نروح نقابل هوان بس دقيقه قبل هذا كله انا عندي فضول اني افتح هذا الصندوق اللي هنا يعطون عليه انجاز او شيء من هذا القبيل ما تدري نجرب اوكي هذه هي اتوقع اشياء هنا بلين هودي اوكي هذا خوذ بتساعدك وانت جالس تلعب روح نقابل هوان بس هذا مين اوده انه يموت عنده هذا بتنفجر ترى اكيد خدع من العدو يا اكيد بتكون فاضيه تبي تبثر كثير انك تروح تقابل هوان بس دقيقة انت الظاهر يمديك تسوي له فاست ترافل تنقل سريع بس ها قبل هذا كله اها استعمل عندك 200 هذا وش؟ اها يا دقيقة خلنا نطور الصحة اللي هي الهيلث مورك في السينما الان 200 216 طورنا كل شيء الا لهذا ما ادري ما يتطور شكله بس انا اكيد ما راح اقابل هوان وانا عنده 600 متر ف بعطيه تنقل سريع اللي هي الفاست ترافلينج بيبي بس خلنا نشوف بالبداية إذا في ولا أول مرة بسويها هذه ف ما أدري أها ما يمديك ترقى السريع تسوي من وين؟ بين الطواحين بس يمكن أو الطواحين اللي أنت تفتحها أو يمكن ما يمديك يا اتوقع ان ما يمديك لازم تمشيها للافس الشديد اوكي هبوطا سعيدا هذا الحركة البيراجلايد مجنونة يمرك في السليم زين انك ما تعورت وتنازل فنحاول كانت 480 يا مرة في السينما اتوقع 440 طيب خلنا نشوف هل يمديك تطير من جديد ايه هذا المفترض انه يرقيك صح ولا لا يا اخي جامده انت تسويها
كنت ابغى امشي بالطريقه هذيك اللي عرفتوها، اللي هذيك اللي تمشي وانت طريقه افقيه. شيت. بس على الطيحه الغبيه. رجع من اول، هذا اغبى شيء يمكن يصير لك. ولا دقيقة، لا يقول لك 42 41 دقيقة. كان جابون من هذا سووا له فاست ترافل. اوكي شكرا يا مخرج. وين كان مطور اللعبة ومصممها؟ لا مو معقول انها تمشي كل مستساف هذا من جديد. للأمانة. تكون مملة لا في تنقل سريع فاست ترافل ولا في أي شيء. Keep watch, don't talk. Fine, doesn't matter. اكيد هذا اللي يقولونك، هذا اللي يعلمونك اياه دائما، سواء مؤسسات تعليميه ولا مؤسسات انت تشتغل فيها. حتى الواقع يقول لك ناظر ولا تتكلم. دائما اضيع وين هو، بس هي شكله تحت. مو بكنا هذا المكان اللي تطلعك برا توك داخل. يمكن لا، هذه غرفة هوان مع الشاب الفرنسية. هذه واخيرا وصلنا لهوان. Mission accomplished. Holy shit. Damn. Seems like a cackle to me. Do you know what that is, Aiden? Honey? Caviar. Looks like mouse turds, buckshot. Dios, qué triste. Bella semica. These are eggs, Aiden. You have some really small chickens. Fish eggs. Belugas, to be exact. Straight from the Caspian Sea. Dissolving on your tongue, you taste the waves of a black, deep sea in a faraway land. The world is full of beautiful things, beautiful sensations. Pretty boys and pretty girls. But humorless grunts don't notice that. What do you mean? You can't be obsessed with political machinations and enjoy the beauty of life at the same time. Who do you mean? The Jack Matts and Aidens of the world. Such a shame you picked the wrong team. Only team I'm on is my own. Sounds lonely. I'm not a fan of loneliness, you see. Did Matt reveal to you what he'll do with those lamps in a place without power? And how he plans to carry out this suicidal mission? As I thought, take this and call him. Tell him the lamps will be delivered to the TV station. Matt, the lamps are ready. Got it, Aiden. Good work. I hope Juan didn't give you any trouble. وش اقول له؟ هواني نابح شوي بس انا اقدر اتحكم فيه. لا تسال عن برج التلفزيون، اتوقع هذه الاجابه الصحيحه. هوان؟ He barks a little but I can handle him. Good approach. Rabbit dogs must be kept at bay. And when they try to bite, put them out of their misery. Aiden, it's time we meet and talk. About how to take that damn antenna. Wait for my signal. Roger. That. Well, I hope you like taking orders, Aiden. Because Jack loves giving them. Stay close to your radio. You'll be informed of the meeting shortly. Take care of these two for me, will you? اللي هذه وش اتوقع انه الحين هذا المهم بنجاح. The most light. المصباح المفقود.